الآن مشاهدينا ومستمعينا مع فقرة استحدثناها لكم عبر إذاعة MBC FM طبعا أيضا مستمعينا لكم حرية الاستماع معنا طبعا. الفقرة الجديدة هي بعنوان الإعلام الرقمي. طبعا المحتوى طبعا الإعلام الرقمي يمثل طبعا ظاهرة جديدة ولكنها تنامت بسرعة حتى صار لها معارض وشركات متخصصة مثل ما الكل أكيد بيعرف. حول هذا الموضوع لدينا تقرير سنتحدث بشأن التقرير مع الدكتور عمار بكار الإعلامي المتخصص في هذا المجال لمناقشة التقرير، لكن بعد ما نشوفه خلونا نتابع التقرير. المحتوى الرقمي يبدو وكأنه مصطلح جديد، ولكنه في الحقيقة قطاع كبير حاليا يضم ما يتم إنتاجه من برامج وألعاب وأخبار وتطبيقات ومعلومات لأجهزة الموبايل والإنترنت والتلفزيون. وهناك الآن مئات الشركات العربية المتخصصة في هذا المجال والتي اجتمعت مؤخرا في معرض دبي لعرض منتجاتها رغبة في تأكيد تواجدها على ساحة المحتوى. في عصر التحولات وخاصة في المنطقة العربية شهدنا تحول جذري في التعامل مع المحتوى وخاصة المحتوى الرقمي. الناس تباعدت أكثر فأكثر من الإعلام التقليدي سواء كان من التلفزيون وما ذلك، شهدنا ثورة في التعامل مع المعلومة. أحد التجارب المميزة والأولى عربيا في مجال المحتوى هو المسلسل الكرتوني شعبيات الكرتون. نفتخر بأن احنا من المسلسلات الرائدة في مجال تحويل أعمال المحتويات من الموبايلات إلى أعمال كرتونية ناجحة تعرض على الشاشة الكبيرة. وطبعا كل الناس شافوا شعبية الكرتون وبدايتها المتواضعة من خلال الشاشة الصغيرة اللي هي شاشة الموبايلات. احنا بدينا في 2003 إلى 2006 كنا من خلال الشاشة الصغيرة نطلع الجمهور. ولعل أهم أدوات توصيل المحتوى للجمهور هو تطبيقات الموبايل التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا على مختلف أنواع الهواتف الذكية. أكثر الشركات مهتمة فيه اللي هو عالم المحتوى وعالم التطبيقات. التطبيقات في الآونة الأخيرة غزت السوق خاصة الشرق الأوسط والسوق السعودي. ومن الواضح أن شركات الاتصالات العربية اهتمت حديثا بالمحتوى وضخت استثمارات ضخمة فيه. طبعا اليوم الحمد لله أنه أعلننا اللي هو إطلاق الأب ستور الخاص بالسيزي اللي هو متجر STC اللي راح يكون قريبا خلال الأيام القادمة، واللي سوف يحتوي على كثير من التطبيقات اللي تليق بأذواق العملاء. طبعا بالمنطقة كانت فعلا مدفوعة من قبل الشركات الكبيرة مثل الشركات التلفزيونية مثلا أو محطات تلفزيونية أو الفنانين أو أي شيء، لما مباشرة قدروا ينشئوا تطبيقات على الموبايل دفعوا النمو بشكل كثير كبير من خلال المستخدمين. ومن الواضح أن شركات الاتصالات العربية اهتمت حديثا بالمحتوى وضخت استثمارات ضخمة فيه مما ساهم في تطوره بشكل سريع. شركة الاتصالات بلشت تهتم بعملية المحتوى وخاصة المحتوى الرقمي. فكمثل شركة الاتصالات السعودية STC أنشأت هيدي الشركة اللي اسمها انتيجرل، يلي المهام تبعها هي انه تعمل ريبربسينج وتعمل ديستريبيوشن لديجيتال كونتنت على كل الاكسس بوينتس. العاب الفيديو بانواعها هي المجال الاكثر نموا على الاطلاق بين انواع المحتوى لاقبال الشباب من الجنسين عليها. في الوطن العربي يعتبر السوق العربي من السوق اللي عم تنمو بشكل منتظم بصناعه الالعاب وباستهلاك الالعاب. وأيا كان نوع المحتوى فإن من الواضح أن هذا المجال سيكون له مستقبل كبير في العالم العربي وسيتضخم إلى صناعة بمليارات الدولارات كما يقول الخبراء في هذا المجال. MBC في أسبوع. طلعت لازم قلت لي برنامج MBC في أسبوع. لا وطلعت موسى كمان. إذن مشاهدينا ومستمعينا